السلام عليكم. دايما الناس بتسالني على مكان حساس الشكمان في العربيه اللانسر البومه، اللانسر البومه اللي قدامنا دي دلوقتي، دي مظل 2014، 2014 بقى فيها حساس واحد، ال 2006 و7 و8 بقى فيها اثنين حساس، هفرجكم دلوقتي مكانه علشان تبقوا عارفين مكان حساس الشكمان. هننزل دلوقتي كده في بطن العربيه ونمشي هنا. المفروض ان المعتاد ان اي عربيه حساس الشكمان بتاعها بيبقى في المنطقه دي، المنطقه اللي هي اول المفلر او اول منظومه العدل، صح؟ زي ما شايفين كده اهو، المفروض نبقى في المنطقه دي، تمام؟ دي الشجره اهيت بتاعه الشكمان، تمام؟ وبعد كده الماسوره بتاعه الشكمان ماشيه في العربيه اللانسر البومه تحديدا. ما بيبقاش هنا، لا بيبقى فين بقى؟ امشي امشي معايا امشي معايا، بيبقى هنا في المنطقه دي، واحد ورا اول واحد، هنا قدام علبه البيئه، دي علبه البيئه اهي، واحد هنا قدامها واحد هنا وراها. بس لو انت بصيت من بطن العربيه كده عادي مش هتشوف، يعني انت لو بصيت كده مفيش حساس شكمان، صح؟ الا ان مكانه اهو، ده مكان، والفيشه بتاعته بتبقى نازله من الدواسه بتاعه العربيه، شايفين كده؟ من بدن العربيه من تحت، وده مكانه. زي ما قلت لكم في عربيات لانسر بيبقى ده هنا واحد وفي هنا ورا كمان واحد، والاثنين برضو بيبقوا نازلين منين؟ من الجسم هنا. ده كده مكان حساس الشكمان في العربيات اللانسر البومه كلها تحديدا يعني.